نتحول لزميلنا خالد رزق. خالد اتفضل. من استاد القاهره تحياتي ليك زميل عزيز كابتن ابراهيم فايق. طبعا يعني فريق سيمبا التنزاني اللي وصل من يومين واكيد عنده طموحات كبيره في هذه المباراه، خاصه ان هو عايز يكتب تاريخ جديد لسيمبا التنزاني في اول بطوله للدوري الافريقي. بعد وصول فريق سيمبا التنزاني نزل لارض الملعب للاطلاع على الملعب وعلى اجواء المباراه بالتاكيد والجمهور الحاضر في هذه المباراه، وكان لي سؤال لاحد اللاعبين عن ملعب المباراه. الملعب جيد جدا والنجيل بشكل جيد جدا. ايضا يعني لا يوجد غيابات في فريق سيمبا التنزاني، ولكن طبعا سيمبا التنزاني اللي خاض ثلاث مباريات مع فريق النادي الاهلي في القاهره كانت كلهم انتهت بالخساره لفريق سيمبا التنزاني، وما قدروش ان هم يحرزوا اي هدف في شباك مرمى النادي الاهلي، والنهارده تكون مباراه اخرى جامعه بينهم. نتمنى طبعا فوز للنادي الاهلي والتوفيق للنادي الاهلي. طبعا سيمبا التنزاني يعني عنده موجودين دلوقتي في حاله الاحماء قبل هذه المباراه، اللاعبين مركزين جدا. يمكن روبرتينيو المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني اللي اتكلم مع اللاعبين على ضروره استغلال اي نقاط او اي هجمات لسيمبا التنزاني، ويعني لو في اي اخطاء من دفاع النادي الاهلي كما حدث في المباراه الاولى يستطيعوا ان هم يحرزوا او يسجلوا اهداف ويحافظوا على هذه الفرصه التاريخيه لسيمبا التنزاني بان هم يصعدوا على حساب النادي الاهلي. هتكون مباراه بالتاكيد كبيره. طبعا بيحضر في المقصوره الرئيسيه رئيس نادي سيمبا اللي كان حريص على يعني الاجتماع باللاعبين بالامس وتوجيه كلمه ليهم ويعني يبثهم ويحثهم على أهمية هذه المباراة وإن هم يكونوا ظاهرين بصورة جيدة. حتى الآن يعني اللاعبين في عملية الإحماء ومن استاد القاهرة الدولي. نعود الكلمة إليك الآن الزميل العزيز كابتن إبراهيم فايق، تفضل. خالد بشكرك شكرا جزيلا.